مدام غادة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي المخدر ممكن أسأل الدكتور بس؟ اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بحضرتك، هو أنا كنت عايزة أسأل نفسي، حضرتك كنت بتقول من شوية الرزق لما بيكتر وكده. أنا جوزي كل ما الرزق معاه يكتر يروح يتجوز. فحصل الموضوع ده 3 مرات، بعدين أنا عندي أولاد مني، رفعت قبل كده قضية طلاق، عندي ولد وبنت. متجوزة بقالك رفعت قد ايه قضية مدام طلاق. غادة؟ نعم، متجوزة بقالك قد ايه؟ داخلة في 23 سنة. فدلوقتي أنا عرفت هو مسافر بلد عربي، عرفت إن هو اتجوز تاني، اتجوز رابع بقى مش تاني يعني. فأنا مش عارفة الحقيقة أعمل إيه، يعني أرفع قضية خلع. أنا عندي بنت سنة دي إن شاء الله داخلة ثانوية عامة. أنا بفكر بعد ما البنت تاخد الثانوية العامة أخلعه، يعني هو أسيب الولاد هم ولا أفضل كده على الوضع ده، ولا أعمل إيه؟ أنا مش بيتجوز عارفة، عايزة وبيطلق، رأيك. ولا هم بيبقوا على ذمته، ولا ايه يا مدام غادة؟ لا، نطلق، بيتجوز ويطلق. يطلق ويرجع لنا فترة على أساس إن إحنا هنعيش كويس وكده، ويشوف شغلانة تانية، ومع الشغلانة الجديدة ست جديدة كده يعني. فأنا مش عارفة أعمل إيه بصراحة، يعني انا مش هفضل كده طول عمري. وبعدين ربنا ما قالش كده ان الراجل يبقى مصروفه بس، مش معنى ان انا متجوزاه يرمي لي مصروف ويسيب لي مسؤوليه الولاد ويمشي. طيب حاضر، تبين يا مدام غادة، حاضر هنرد عليكي. دكتور محمد، خلينا نجاوب مدام غادة. وبتقول ان زوجها لما ربنا كرمه بفلوس كتير جدا بدأ كل شوية يتجوز عليها واحدة. يعني المفروض ده الزوج اما ربنا يكرمه بفلوس كتيرة ينفقها في طاعة الله، لكن لا ينفقه على الزواج. يعني الفقهاء قالوا جملة مهمة جدا في المسألة دي، بقولها لكل زوج. قال لك إذا أكرمك الله بزوجة صالحة، يعني يكره للرجل أن يتزوج على الزوجة إذا كانت صالحة وبتعامله معاملة طيبة وبترضي فيه ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين سيدنا النبي قال لنا في الحديث الصحيح: لعن الله كل مذواق مطلق. يعني اللي يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق، ده انسان بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. هو ما دام ربنا قد اكرمه بزوجه صالحه، وما دام ربنا كرمه بالفلوس وعنده اولاد وبتعامله الزوجه معامله طيبه وما الى ذلك، يكره له ان يتزوج عليه. طيب هي كانت بتقول تاني بقى، عايزه عندها بنت في ثانويه عامه، فعايزه تستنى لما تخلص الامتحانات او تخلص الثانويه العامه وتبدا ترفع خلع. شوف، انا انصحها الا ترفع عليه قضيه والا تذهب الى المحكمه. الى ما دام ربنا كرمها وعندها بنت في الثانويه العامه، يبقى عليها في هذه الحاله ان هي تقف بجوار بنتها، ان برضه بنتها بعد سنه بعد 2 بعد 3 هتتجوز. فاما تبقى الام والام مع بعض، اعتقد هيبقى افضل ليها، أكيد. وهتبقى فرص البنت افضل بكثير جدا 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 جدا. فمهم جدا انها تصبر وتتحمل، وبعدين تشوف. يعني انا بس برضه استاذه لمياء، اذا جاءك احد الناس مفقوع العين فلا تحكم له حتى تسمع الطرف الثاني، فربما صحيح. كان مفقوع فاحنا العينين. سمعنا من طرف واحد، يعني احنا سمعنا من طرف واحد لكن ما سمعناش يعني هي عامله ايه مع جوزها، او هو عنده مشاكله ايه، او ايه الاسباب، ايه اللي خلاها بيروح يعني يذهب لامراه اخرى. ايه اللي موجود في الست التانيه دي مش موجود عندها، ناقص عندها، هي المفروض تكمله. عشان والراجل زي ما قلت كتير قوي، الراجل بحر والست جسر، فساعات البحر ده بيبقى الموج عالي قوي، فلازم الست تميل شويه عشان على ما تعدي الموجه، وبعدين تبتدي تظبط الدنيا. فهي مع جوزها عمل كده، معاه هي وراه، وتحاول تظبطه. ما ينفعش اتنين يسوقوا العربيه. صح. بص، انا سايق العربيه ومراتي قاعده جنبي، فعماله تقول لي كل شويه هي مش بتسوق معايا العربيه، هي ما تقول لي خد بالك فين، طب خد بالك العربيه اللي جايه بتاع ده، خد بالك النور مش عارف ايه. فهي الست كده دورها في البيت كده، عماله تقول لك الراجل هو بيقود البيت، هو الليدر بتاع البيت، بس هي عماله بتقول لي خد بالك من كذا، خد بالك من كذا، خد بالك من كذا، بتنبهك. والحكمه ضلت المؤمن ان وجدها اخذها. انا بنصح هذه السيده الفاضله، بقول لها اصبري وتحملي، الصبر مفتاح الفرج. يمكن نزوى لجوزك، يمكن عنده مشكله، يمكن حاولوا تقعدي معاه، قولي له ايه اللي مش عاجبني فيك عشان تروح تتجوز فلانه او مش علانه، فيه ايه اللي مش موجود فيا، وتصلحي نفسك اذا كان في بعض الاخطاء، وان شاء الله بكل تاكيد ربنا هيدولك. لكن انصحك الا تطلبي الخلع على الاطلاق، لان الرسول قال لنا المختلعات بغير سبب هن المنافقات. صحيح.